ولاء القهواني وهي اخصائي امراض الجلديه والليزر. اهلا بيكي، اهلا منوراني. وسهلا، اهلا بحضرتك. احنا النهارده الحقيقه عندنا استفسار عن الفطر الاسود، كتير قوي بيسالوا عنه دلوقتي وعايزين يفهموا هو ده ايه، طب نخلي بالنا ازاي، نعمل ايه، كل الكلام ده. اتفضلي. طيب، هو مبدئيا الحمد لله هو الفطر الاسود لسه يعني ما شفناش منه حالات في مصر، الحمد لله. هو موجود اكتر حاجه دلوقتي في انديا، في الهند، وانتشر بشكل كبير هناك، وده سبب حاله كبيره من القلق. هو نوع من انواع الفطريات النادره جدا اللي ما كناش بنشوفها ابدا، يعني كانت حالات نادره قوي اللي بنشوفها. بتتنقل عن طريق حاجه اسمها سبور، اللي هي حويصله للفطر، بتبقى موجوده في الارض وفي التراب، بيحصل تعويره في رجل الشخص ده وبتدخل من خلالها الحيصله دي وبتعمل انفكشن موضعي، او بتعمل يعني اصابه في المكان ده، ومع الاهمال او مع ضعف المناعه بتنتشر وبتزيد لحد ما بتبتدي تطلع لحد الساينس اللي هو الجيوب الانفيه والعين والمخ. طيب، ايه اللي ادى لانتشارها بالدرجه دي؟ اولا الهند الجو فيها هيوميد، فيه رطوبه عاليه جدا، دي بيئة خصبة جدا لأي فطر إنه يتواجد بشدة وإنه ينتشر قوي. تاني حاجة إن هي مع انتشار الكوفيد أو الكورونا، الناس بقت بتاخد بكميات كبيرة جدا استيرويدز، بتاخد أدوية مثبطة للمناعة اللي هي الكورتيزون. وده دلوقتي ده ترند، يعني ما نقدرش نلوم بصراحة لأن ده ترند في علاج الكوفيد، بس مع الأسف هو في إنديا لقوا إن الناس كانت بتاخد الأدوية دي من غير ما بتظبط السكر الأول، لأن في نسبة سكر عالية، او من غير ما تكون مظبطه اوريدي المناعه بتاعتها، فده بيؤدي لضعف المناعه اكتر، فبقى المرض فيري اجريسيف هناك. تمام. يعني في اسئله اتسالت دايركت، هل انه ده ممكن ينتشر انتشار كبير زي الكوفيد؟ منظمه الصحه العالميه قالت ان شاء الله ده مش هيحصل، لان هو مش بينتقل من شخص لشخص، يعني هو لازم يعني حد نسبة انتشاره يتعرض. او طريقة انتشاره مش زي كوفيد؟ لا، مش زي كوفيد خالص. تاني حاجة ان هو يعني الحالات الاكستريم قوي دي بتحصل في الناس اللي عندهم ضعف في المناعة، مرضى الـ HIV، اللي هم الايدز، مرضى السكر اللي مش عاملين كنترول، المرضى اللي عاملين زراعة مثلا كبد او اعضاء او كلى وبياخدوا ادوية مثبتة للمناعة. هو مرض ممكن يتعالج، هو اجريسيف، بس لو تم احتوائه من الاول بيتم معالجته. لكن هو في الهند الموضوع يعني يمكن اعتقد فيه شويه اهمال، يعني ما فيش اهتمام طيب. بالعلاجات من الاول. اعراضه ايه؟ عشان حضرتك بتقولي ان ممكن احتوائه وعلاجه، اعراضه ايه علشان الناس برضو تبقى منتبهه على الموضوع ده؟ والله فاريانت قوي من شخص للتاني، بس هي اكتر حاجه بتخلينا نشك قوي ونقلق ان هو بيعمل زي بوتش سودا كده وبتتحول لالسرز، بتتحول لتقرحات بالذات في منطقه المناخير والاريا اللي جنب اللي فوق الساينس، اللي هي اللي جنب الخد دي. تمام. وطبعا بيبقى في اعراض تانية بسيطه، بس مش عايزين نخوف الناس لان ممكن حاجات تبقى عاديه قوي منتشره، انه بيحصل مثلا بلوكج في ناحيه واحده في المناخير، انه ناحيه واحده من المناخير بتتسد، حاجات بتبقى عادية جدا. لكن هي أكتر حاجة إيمننت أو أكتر حاجة بتبقى واضحة هي تغير اللون في الأنف وفي الخد. تمام. وهو أهم حاجة إن هو الحمد لله مش منتشر، وإن هو مش بيتعدي، يعني ما بيعديش، مش يعني زي ما الكوفيد. ينفعش إن حد يعدي حد. وطبعا مراعاة إن المناعة تكون كويسة، فالجسم بيقدر يتغلب على كل ده بسهولة يحافظ جدا إن شاء الله.